سبحان الله، شال فيها الطو، شال فيها ابو هول رايح ترتروا حمل ايه؟ شوف 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 سبحان الله، تو جناب بدا جيت نسمني، قال لي هو والو امو عاد وكل شيء يسول فيك صح، وكل شيء يسول فيك ها امو عاد، عطاني تلاقينا بقى عشان ثاني اللي فلان كيزا بخير اخويا، انا عرق انا واحد شويه كل شيء مزيان، انت عرق انا ياك نجي في الخدمه، اه في الخدمه مزيان سيدي، شو الطبيعه ربيعه الطبيعه، فاش مشيت تما من كاين غرف ديال الدلاح خنشه ديال الله في راي الله في راي الموعد الموعد، لا كيفاش يا مواد؟ وحنا سولناك وصافي على السؤال الثاني والسؤال الرابع. انا سولت سول شي سول الجمهور غادي. اه يلا يديك ثلاث ساعات اخرى. وين سولوا ماني على ماك اجي اخو. واش دابا حتى المتلو بعدا شفتي بعدا هذاك صحيح الله. راجل انا لبستها على القادس. على القادس. عرفتي؟ نعم. مشوار من القادس عسكري. وايلي وايلي. المهم هما اللي تفاهم معاهم ورا هذاك الشيء اللي غادي تعرف انت. امشي دابا. وما تخبرش عنا. اه؟ ما تخبرش عنا. اه برافو عليك والو انا موجود. الناس اللي تيزولوا فيك اخو انا. اه راه ورا ورا. انا عيط نوصل لهم. صافي صافي هيدا صافي حتى انت وين. فيكم انت نتمنى تكونوا بخير وعلى خير معكم المهم على تعرفوا كيفاش فيديو جديد اول فيديو الثاني المهم مرحبا بكم غادي تشوفوا من بعد شنو هو كذا كذا اتتالو يزيدوا من الخرين حتى هادو فيهم الشوك لا ما حيدتهم بجليك ما تقدرش تحيدهم بيديك اي لا فيش عندنا شتو بسرعة خفت لا تحرقني حرقت والله المهم هاي الحرارة درناها تسخن هذا هو المهم درنا واحد الكاريطة الخوت اللي هي هاجي ما خصهاش دار فوق العافية حنا درناها فوق العافية وحرقناها شتا ولكن هانية دايزة واش ها هي شفنا التحريرة اللي حرقنا كاع شوف ها التحريرة انت خالي وزكا اللي بغا اللي بغا بحال هاد الحريرة هاجي هيا زليفة حريرة مع طميرة أحسن الطرف هيا البقيرة هيا ما ما هاجي يعني أما الله أمرا الله أمرا مزيانة وصديقنا الحمار هو تبارك الله عليك السي معاد كي داير لاباس عليك لاباس كي صبحتي الحمد لله بخير كلشي مزيان تبارك الله بيك شدير خدامي الله يعطيك الصحة تتصاوب هاد الكرياج الله يعطيك الصحة انت السي معاد هادشي اللي كاين اهضر معانا ما كتكثر على راسك عرقتي تاني دخل الحال ايوا حلل رزقك اه حلل رزقك المعلم ايوا السي هادشي اللي كاين يا ما كاين غير اللي واعي وقد غادي تجرب يدير معاك دير معنا شوية بركة سير شوف كي دا التير اه سير شوف كي دا التير واش وفي كيفاش غندير انت اللي هاكا هنا نطور زيد طغني فيرمي كوبي اش هو هذا التيف؟ يلا تصيب لنا الخجيوة قريب لنا غنمي إذا نخليكم دابا مع لاكاسترونومي طاجين كاسترونومي أما تشرى بيت تدخل فوق الملي ها نار بصيلة ها هي أهم عملية وهي تستفجل اللحم
القزبره تبع عمليه تقراد تاع العقد العشب. شوف الطريقه كيفاش تقتل بحال اللي قلتي الباطوني لما ديالها راه بتحرك الثاني يلا الاخوان كي تشوف رشيد كي تحدى الجامع الشيخ رشيد قال لكم ها هو بلاتي الترتيب واجي وتشوفوا السرعه 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 في تقشير البطاطس متحداش يشاف في قشره بهاد السرعه هادي حتى هي بوم دو تيغ هذا طاجين 5 سنين خضيرات القليل من اللوبيا من الفوق هي طاجين بسبع خضار والفلفله حاره هي الثومه الفلفله حاره هي والثومه فينا هي وهي اضافه الزيبيس ايت حمزه تيسند الملحه انا اشوف الله يمكرات مكرتكم الجوال الخوت دوق الطاجين هذا راه ولا في الاوان اذا الخوت الطاجين هو فوق العافيه بطه عاجيه غير هو ناقص عليها في الاول كتجهد العافيه حتى كطلع السخونيه وقد نقص ابتلى الغطا ديالو وتخليه تبع لا خاطر خاطر كما جينا وبدا جيت نسم قال له والو الو السلام عليكم مرحبا بكم معنا قناه بركه وحيد قال لك سلم عليه هو الخير هذا المكان ها مولا الكرياج الله يهديك يا كملتوا الخدمه تبارك الله داكشي زربتوا عليه دغيا يومين اش باقي لكم دابا الفلوس هيا صافي والله ما كتبتش باقي لكم الفلوس مصاري انا مصاري اشتغل لها بقى ما كان الفر مصاري شو بدك يا معاد ها شو بدك انا ما بدي شيء وانت شو بدك انت اشرب اول شيء الماء صحيح يا الله اعانك الله تجو والتلوق سلم على عطي شي كلمه للجمهور والله المهم خير كلام سيدي شكرا بزاف اللي تفرج معنا واللي ما تفرج معنا حيت هذيك بعدا نشكر كل شيء للجمهور الكريم ام زوال الفيديو بحسن تما بقيتي انا معلم يلا سلام وعاد تنعاود نتشوفوا صافي الله ان شاء الله يلا عاد تتسويت الله راضي ما هذا الشيء يقول لي كاع انا كيعض كون بودي نتحرك دابا اسنعز دابا ولا كيفاش كون بودي ناو شوف شوف سبحان الله العظيم خاصها رجعت فيها الضو شتوها كي تتبان سبحان الله العظيم شعل فيها الضو شعل فيها بول رايح سبحان الله العظيم عندما كنت تشوفوا الاخو تاع البارح قتلنا واحد على قربة قول دابا هي الاخرى على الثانية يلا قتلنا باه واش ماشي بدات تحنق زاجي لا لا صاحبي كانت هنا